أطلقت إيران أكثر من 250 صاروخا على إسرائيل بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، حيث سمع دوي الانفجارات في القدس المحتلة وتل أبيب وفي مناطق أخرى. هذا ودوت صافرات الإنذار في عشرات المدن الإسرائيلية، بينما أكد الجيش الإسرائيلي دخول جميع المدنيين في الملاجئ عقب الهجوم والسماح لهم بالخروج عقب انتهائه. ووصف جيش الاحتلال الهجوم بالخطير وأنه سيكون له تداعياته. بدوره أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجيش بمساعدة إسرائيل في إسقاط الصواريخ الإيرانية، داعيا لاجتماع مع نائبته كامالا هاريس وفريق الأمن القومي لمناقشة الهجوم الإيراني على إسرائيل.